معانا التليفون. طيب تفاصيل اكتر بينضم الينا عبر زوم الاستاذ طاهر صالح، رئيس قطاع الاحصاءات السكانيه والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، والمدير التنفيذي لبحث الانفاق والاستهلاك والدخل لثلاث مرات متتاليه. مساء الخير استاذ طاهر، اهلا بحضرتك معانا في حلقه النهارده من خبر اليوم. وخليني اسال حضرتك في البدايه بعض معلومات، يعني لو تسمح، يعني خاصة بس بهذا البحث، يعني نعرف من حضرتك العينة بيتم اختيارها ازاي، المناطق الجغرافية كم يستغرق من الوقت، يعني الإطار الزمني اللي حضرتك بتقوم فيه بهذا البحث قبل ما ندخل طبعا للتفاصيل. أستاذ طاهر حضرتك سامعني؟ اعتقد انه استاذ طاهر مش سامعني، في يمكن مشكله في التواصل، الصوت مع استاذ طاهر في مشكله. استاذ طاهر، الو، ايوه استاذ طاهر، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، حضرتك سامعني كويس؟ انا كده سمعت حضرتك، حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم، انا سامع حضرتك كويس. ممكن اجاوب اسئله حضرتك؟ ممتاز. هل حضرتك سمعت السؤال؟ سمعت السؤال طبعا، على توزيع العينة على مناطق جغرافية وعلى محافظات الجمهورية وعلى والإطار مدن. الزمني، اتفضل. تمام، اسمحي لي بس أجاوب على أسئلتك دي كلها. عموما البحث ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده من أكبر وأكثر الأبحاث اللي بتقوم بيها الأجهزة الإحصائية في دول العالم كلها ومنها مصر. المسح ده الحد الأدنى للمدة اللي بيقتضيها 6 سنين على الأقل، كان بيتم كل 5 سنوات، ولأهميته وملاحقة التغيرات المطردة اللي بتحصل في المجتمع. يعني خلصنا الفترة أو الفترة البيانية بين الأبحاث لتكون 2 سنين فقط، والسنتين دي لها قصة طويلة. أول نص السنة الأولى بيكون فيها البريباريشن لإعداد الاستبيان وأخذ رأي المتخصصين والخبراء ومنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في الأسئلة اللي بتتضمنها الاستمارة البحث. وسنه بالكامل داتا كولكشن او جمع بيانات من المجتمع على فترتين، الفتره الاولى بتتم في 6 شهور الاولى، والفتره الثانيه بنزور نفس حجم العينه في 6 شهور الثانيه علشان نجمع كل مصاريف وانفاق ودخل الاسر خلال السنه كامله، مش في نص سنه بس، بنجمعها على مستوى السنه الكامله. وست شهور الثانيه بيتم فيها تجميع البيانات واعداد الجداول وتحليلها واظهار النتائج زي ما حضرتك سمعت النهارده او شفت النهارده المؤشرات بتاعت مسح الدخل والانفاق والاستهلاك. زي ما بقول لحضرتك العينه بتتم كل محافظه على حد حجم سكانها، يعني مش ممكن تتساوى القاهره مثلا، محافظه القاهره اللي تعدادها 9 مليون او 10 مليون تقريبا، مع محافظة شمال سيناء تعدادها 200,000. فلازم بتتاخد كل عينة كل محافظة على حجم، على مستوى حجم سكانها، عشان حتى لما نيجي نعمل انلارجمنت أو تكبير للعينة نفسها بتكون في أوزان نسبية لكل محافظة علشان نعمل الأوزان بشكل صحيح. وزي ما قلت لحضرتك جمع البيانات بيتم سنة كاملة، وبتوصل عندنا عبر اللابتوب. الباحثات بيجمعوا الداتا ويدخلوها على اللابتوب ويبعتوها، يعملوا لها سبمشن على طول على وحده متخصصه في الجهاز، بتجمع الداتا يوم بيوم. بتزار الاسره 4 مرات في الموسم الاول و4 مرات في الموسم الثاني عشان يبقى اجمالي حجم الزيارات في الاسره 8 مرات خلال فتره البحث. طيب أستاذ طاهر، خليني أقف مع حضرتك أمام النتيجة الأبرز لهذا البحث، وهو تراجع معدل الفقر من 32.5% ل 29.7. خليني أسأل حضرتك على كيفية قياس الفقر، بتقيسوه إزاي علشان نوصل للنتيجة، وهل في فرق وحضراتكم بتقيسوا ما بين الفقر والفقر الشديد أو الفقر المدقع؟ طبعا في فرق كبير جدا. هو طبعا حساب الفقر بيحصل بمعدلات معينه، يعني مش عايزين ندوش الجمهور بمساله الاحصاء عموما، ولكنها طبعا علشان المعدل تقاقر بشكل كبير قوي من 20 سنه فاتوا، من 16.7 زي ما حضرتك ذكرتي ل 29.7، هو الفقر ما انتهاش ولكنه قل.
لكنه قل، الفقر ما زال موجود بنسب اقل من الدوره اللي فاتت. الدوره اللي فاتت كان اللي رفع نسبه الفقر للدرجه دي تغيير سعر الصرف او تعويم سعر الصرف للجنيه المصري امام العملات الاجنبيه زي ما حضرتك عارفه، وارتفاع الاسعار عموما بشكل عام على المواطن، وطبعا ده اثر كتير جدا في مشتريات الاسر ومشتريات المواطن علشان يكفي حاجته الاساسيه. فطبعا زاد معدل الفقر، وكان معدل كمان البحث الاخير كان 2018 17 18 هو 17. بياخد سنتين زي ما قلت لحضرتك. ايوه. فكان 17 18 معدل الفقر 32.5%. تقلص السنه دي الحمد لله رب العالمين، ده شيء مبشر جدا، ل 29.7 زي ما كان برضو الفقر المدقع في اعلى مستوياته السنه اللي فاتت كان 6.2. الفقر المدقع يعني الاسره ليس لديها ما يقيم اودها او ما يكفي للبقاء على قيد الحياه. ده الفقر المدقع. ده نسبته كام يا فندم؟ كان 6.2. الحمد لله السنه دي الفقر المدقع ده تقلص ل 4.5%. ده يساوي تقريبا المعدل الفقر المدقع سنه 2012 2013. دايما يصاحب زياده او نقص في الفقر البرامج الرعايه الاجتماعيه حاجه والاسعار حاجه ثانيه. الاسعار من جانب بترفع الاسعار، رفع الاسعار السلع والخدمات على المواطن بيزيد من نسب الفقر. ولكن دعم الحكومه والحمد لله رب العالمين الدعم ما زال مستمر، وفئات كتير جدا من المجتمع بتحصل على الدعم ده. فما تاثرتش فئات كبيره من المجتمع بارتفاع الاسعار والحمد لله. انا برضو مش عايزه ادخل في تفاصيل احصائيه كثيره، لكن استاذ طاهر هل بتقيسوا بفكره انه في رقم معين هو ده حد الفقر، بتشوفوا مين اقل منه ومين اكتر منه، ولا حضرتك بتسال الاسر ايه اللي يقدروا يشتروه، ايه اللي مش قادرين يشتروه، ايه اللي عايزين يشتروه بس مش قادرين؟ هو حد الفقر عموما على مستوى العالم 2 دولار يوم لكل فرد. يعني اللي معهوش 2 دولار كل يوم عشان يصرفهم على حاجته الاساسيه يبقى فقير. أيوة. اكتر من كده ما يبقاش فقير خالص، اقل من كده يبقى فقير فقر مدقع. ولكن احنا بنحسب بطريقه ثانيه خالص، في سله سلع معينه بنحددها عشان نحسب بيها الفقر. لو قلنا ان المجتمع او الاسره بتقدر تشتري حاجتها دي يوميا او اسبوعيا او شهريا او سنويا او وات ايفر، بنقول ان الاسره تستطيع شراء هذا يبقى خرجت من حدود الفقر. ولكنها لو مش قادره تشتري سله سلع معينه تدخل في ال 29.7% اللي ذكرت النهارده الصبح ان شاء الله. مش قادره تشتريها يوميا ولا مش قادره تشتريها اسبوعيا؟ انا بقول لحضرتك لو انه يوميا حاجه ولو انه اسبوعيا حاجه. انا البنت او الباحثه بتجمع البيانات يوميا، يوميا خلال اربع مرات زياره في الاسبوع، وبعدين بتضرب في 26 اسبوع اللي هو نص السنه. الفترة الثانية برضه بتضرب في نص في 26 اسبوع. يعني اجمالي ما تحصل عليه البيانات بتضرب في 52 اسبوع وهي فترة العام كامل. ايوه. ولو قدرت الأسرة تستوفي حاجتها أو تجيب حاجتها خلال سنة كاملة مبنية على يوم أو مبنية على أسبوع، قدرت تشتري حاجتها اللي تقيم عوادها وتعيش كويس من أكل وشرب وملبس ومواصلات وسكن، خلاص كده خرجت بره حدود الفقر خالص. ايه هي السلع دي يا استاذ طاهر؟ يعني سلع عديدة احنا بنحسبها، يعني اديني امثله يعني. اكتر من 800 سلعه. يعني 800 سلعه بتخش في السله دي. في سله السلعه دي. ايوه. تمام. طب بعد امثله اديني مثالين ثلاثه مش اكتر. يعني مستوى مثلا اللحوم والدواجن اساسيين جدا في الحياه. يعني مش ممكن حد يعيش من غير الصنفين دول من نوع السلع. مش ممكن مش ياكل خضار، في بني ادم مش ياكل خضار، او في مواطن مش ياكل خضار، في حد مش ياكل رز او مكرونه. انما لو يفضل عايش على الرز والمكرونه دي تبقى يعني هيبقى كده دخل في دايره الفقر. هي كلها سلع غذائيه؟ طبعا دي كلها سلع غذائيه. ال 800 دول سلع غذائيه؟ لا طبعا في سلع تانية، في سلع طبيه، في مشتريات للمنزل، في اسكان زي ما بقول لحضرتك، في 12 قسم من اقسام الانفاق الرئيسي. ممتاز. اللي بتنفق عليهم الاسر، منهم الاكل والشرب او الطعام والشراب في اول بند، منهم المسكن ومستلزماته، منهم الخدمات الصحيه، منهم المواصلات، منهم التعليم.
حاجات كتير جدا بتصرف عليها الاسره، مش بس الاكل والشرب. ولو طيب ان الفوكس او التركيز على الاكل والشرب، يعني يبقى احنا كده طول ما كل ما الاسره بتنفق نسبه اكبر على الاكل والشرب، حضرتك لازم تقلقي، لازم تقلقي، لان اللي بياكل، اللي بيصرف مصاريفه كلها على الاكل والشرب يعتبر فقير. كل ما ارتفع مستوى المعيشه، كل ما الانفاق على الاكل والشرب تقلص الى ادنى حد ممكن. ممتاز جدا. خليني اسال حضرتك بس قبل ما نروح لقطاعات الانفاق على المحافظات، ايه اكثر المحافظات اللي البحث طلع انها كان فيها تراجع للفقر يعني ودلالة هذه النسب؟ في الحقيقة احنا ما عملناش على مستوى المحافظة لسبب رئيسي، وهو ان ما عندناش تعداد جديد. احدث تعداد كان في 2017، وده كان اتربطت بيه بيانات 2017 2018 لحسن الحظ، يعني ان كان في تعداد وقتها. ولكن في البحث الجديد اللي عندنا حاليا، اللي هو 19 20، بنعمل بالمصفى حاجة اسمها خصائص المجتمع المحلي. خصائص المجتمع المحلي دي شكل التعداد تقريبا، تحديدا كده شكل التعداد، لان بنحسب خدمات كل محافظه واللي تم فيها من، ودي تاني مره نعمل البحث ده، اول مره كان 2015 والمره الثانيه السنه دي. لو ان الخصائص المجتمع نفسه تطورت عن 2017 او 2015، فطبعا ده هيقلل مستوى الفقر جدا، لان بنقيس ايه في خصائص المجتمع المحلي؟ بنقيس فيه هل في طرق اتعملت؟ هل في اتصالات بالمواصلات العامة في القرية أو البلد لمركز البلد أو للقسم الرئيسي في البلد؟ هل في دعايات صحية؟ هل في مستشفيات؟ هل في مدارس؟ كل الكلام ده بيقلل نسب الفقر، لأنه لو في قرية المدرسة تبعد عنها قرية تانية، الطفل يا إما مش هيتعلم، يا إما هيتكبد نفقات لحد ما يروح مدرسته. فلو إن في مدرسة اتوفرت في بلده، ده شيء جميل جدا، هيقلل نسب الفقر طبعا. طبعا. فده احنا هنربط باذن الله، وده ان شاء الله باذن الله نتائجه تطلع في اول شهر واحد او في نص شهر واحد ان شاء الله، نربط بيه بيانات الدخل والانفاق ونطلع خريطه الفقر على مستوى المحافظه. ولكن عموما على مستوى الاقاليم، الاقاليم واحنا مقسمين اقاليم الجمهوريه الى تقريبا ست اقاليم، منها ريف الوجه الابلي وريف الوجه البحري وحضر الوجه الابلي وحضر الوجه البحري، وكمان محافظات الحضريه لوحدها، وبعدين اجمالي الجمهوريه اذا كان في حضر او اذا كان دي. ولكن كل الاقاليم اللي انا قلتها لحضرتك دي كلها تراجعت نسب الفقر، وكانت اعلى كلها نسبه شهدت تراجع. تراجع في نسب الفقر، كلها افندم كلها شهدت تراجع في نسب الفقر. كلها الحمد لله رب العالمين شهدت تراجع في نسب الفقر، وكان اعلاها ريف وجه بحر وريف وجه ابلي. طب ريف الوجه ده البحري كان تفسيره ايه يعني بالنسبة لمخرجات البحث استاذ طه؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا بنحسب الفقر على سله سلع معينه تقدر الاسره او تقدر المجتمع على شرائها، يبقى المجتمع ده مش فقير. لا ولكنه لو انا موجود، فاهمه، انا فاهمه ازاي حسبنا الفقر. انا اقصد ايه تفسير انه الريف، انه ريف الوجه البحري كان معدل تراجع الفقر فيه اكبر؟ تفسيره يعني المنطقي اللي احنا قلناه في الاول خالص، ان نسب الفقر عموما على مستوى الجمهوريه نزلت 3 درجات او 3 نقاط، وكمان الدعم اللي بتقدمه الحكومه للدوله ما انقطعش عنهم، الحمد لله رب العالمين. يعني الدعم في الغذاء زي ما حضرتك عارفه خفض الفقر 3 نقط، ودعم البوتاجاز خفض الفقر 4 نقط، وكمان دعم الكهرباء، دعم الكهرباء وفر على او خفض الفقر بنسبة 2.8%، إجماليهم على بعض يخفضوا البوبوليشن أو السكان الفقراء بنسبة 10 مليون شخص. 10 مليون شخص، يعني كانت المفروض إنه نسبة الفقر تطلع 40%، الحمد لله طلعت 29.7%. هل بفضل تتكلم على الدعم شخص ولا على أسرة؟ على أسر يا هانم، لكن الفقر بتحسب للفرد. أه الفقر بتحسب للفرد. أيوه ولو احنا عندنا متوسط حجم الاسره 4 افراد، يبقى بنتكلم على 2500 اسره تقريبا، 2 مليون و500 اسره. طيب يعني طبقا للبحث استاذ طاهر، ايه كانت ابرز قطاعات الانفاق لدى الاسر المصريه؟ اعلى قيمه في الانفاق كانت على الطعام والشراب، وبرضه لما قسمنا المجتمع لشرائح
بنلاقي في 10 شرائح في المجتمع. الشريحه العليا اعلى شريحه انفاقا والشريحه الدنيا. الشريحه العليا بتنفق حوالي 20% على اكل وشرب، بينما الشريحه الدنيا اقل شرائح المجتمع بتصرف حاجه و40% من دخلها على الاكل والشرب. ده معناه انه بتوجه نسبه كبيره جدا من دخلها الاكل والشرب. اخد بال حضرتك ازاي؟ كل يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه، كل ما قل الانفاق على الطعام والشراب كل ما ارتقى مستوى المجتمع. كل ما ارتقى وزاد مستوى المجتمع وكل ما قل الفقر. طيب. والحمد لله رب العالمين عندنا شرائح اقل بكتير، يعني نسب الانفاق على الطعام والشراب قليله لحد كبير الحمد لله رب العالمين. طيب بالنسبه للتعليم مثلا، البحث شاف ازاي نتيجه الانفاق على التعليم بالنسبه للفئات العليا والفئات الدنيا زي ما حضرتك كنت بتشرح؟ في الحقيقه زي ما قلت لحضرتك انه التعليم بينفق عليه برضه نسبه مش قليله من اجمالي انفاقها. زي ما اقول عاوز كل حضرتك حالا دلوقتي التعليم خد حوالي 6% من استهلاك الاسره. ما بين الشرايح عموما طبعا ال 6% دول من الاسر اللي فيها افراد في سن التعليم. طب. مش كل الاسر في افراد بتتعلم، لكن المتوسط طلع حوالي 6% من قيمه الانفاق او قيمه المنفق كان على التعليم. وكان على مستوى الاسر بقى انه كانت التعليم ده كان بنسبه 8850 على مستوى اجمالي الجمهوريه. زاد شويه في الحضر لانه طبعا الحضر بيعتمدوا على المدارس الخاصه والمدارس اللغات وحاجات زي كده، فزاد متوسط اللي بينفق على الفرد في الـ في الـ في الـ في الحضر عنه في الريف. في الريف وصل ل 5700 جنيه، يعني بنسبه حوالي 9% من جمله انفاق، اما بالنسبه للحضر وصل لحوالي 16% من جمله انفاق. طبعا الشرع زي ما حضرتك عارفه ان في الحضر دايما الاتجاه دايما ناحيه المدارس الانترناشونال واللغات والتجريبيه والحاجات اللي زي دي. فيعني وطبعا الريف مش موجود، مش موجوده فيها الكلام ده، او حتى لو موجوده الاسر في الريف بتقلع عن الحاق اولادها بالمدارس دي، تستعيد عن الكلام ده بالدروس الخصوصيه، واللي انفق على الدروس الخصوصيه في الريف كان اعلى منه في الحضر يعني. فعلا. فنسبه ما انفق على مصروفات الدراسيه كان 38.6% من 5.7 او 6% اللي قلتها لحضرتك. 48% منهم في الحضر و22 في الريف، يعني دول ما بيدخلوش مدارس بمصاريف اصلا، او الريف ما بيدخلوش مدارس بمصاريف اصلا. بمصاريف اكتر. بينما في دروس خصوصيه زي ما بقول لحضرتك كان على مستوى الجمهوريه 28%، في الحضر 24 وفي الريف 36. على العكس اهو، على العكس في الحضر ما بيعتمدوش قوي على الدروس الخصوصيه، بيعتمدوا على جوده المدرسه نفسها، ولكن في الريف 36% من ال 28 دي 28% دي بتنفق على الدروس الخصوصيه. رقم كبير طبعا. ايوه طيب، يعني هم بيلجأوا للدروس الخصوصيه عشان تعويض فقد المدارس الخاصه. أيه. طيب تمام. في مجال الصحة أستاذ طاهر، يعني كيف رأيت الاختلاف ما بين يعني الطبقات الدنيا والطبقات العليا، أو على حسب الأقاليم زي ما حضرتك صنفتها، الإنفاق على القطاع الصحي؟ في الحقيقة المنفق عموما على على الرعاية الصحية من خلال بحث 2019-2020 زي ما قلت لحضرتك إنه كانت بنسبة 10.4% من اجمالي نفقات الاسره عموما على اقسام السلع الرئيسيه. ال 10.4 كان تقسيمهم على النحو الاتي، كانت المنتجات والاجهزه والمعدات الصحيه نسبتها 51%، اختلفت برضه من الحضر للريف، كانت في الحضر 53% وفي الريف 49%. بالنسبه لخدمات مرضى العيادات الخارجيه وصلت لحوالي 32%، كان في الحضر 31 وفي الريف برضه 32%، بالاضافه لخدمات المستشفيات اللي وصلت ل 17% من اجمالي نفقات الاسره على الرعايه الصحيه.
أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات اللي شاركتنا إياها أستاذ طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمدير التنفيذي لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، نخرج لفاصل ثم نعود لاستكمال الجزء الثالث والأخير من حلقة النهاردة في خبر اليوم.